اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتالق دائما كابتن ناصر عباس. تحياتي ليك يا كابتن ناصر، تحيات ضيوفي طبعا الدكتور احمد ثابت وكابتن احمد شكري. تحياتي كابتن اسامه، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن احمد شكري والدكتور احمد ثابت، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده طاقم التحكيم منطقه القاهره، حكم ساحه الكابتن عبد الكريم نصار، مساعد اول الكابتن احمد فرج، مساعد ثاني حسين هاني. تمام يا كابتن اسامه. اخترنا حالات كويسه، منها حالات للتطوير الاداء التحكيمي، ومنها حالات كمان للثقافه التحكيميه. كويس. وده هدفنا في البرنامج، ان احنا ازاي نطور ونساعد على تطوير التحكيم في خاصه في المسابقات اللي هي الاعمار السنيه اللي هي اللي احنا بنشوفها يا كابتن اسامه. انا مثلا عندي حاله الاولى، انا بقول له هنا طبعا عبد الكريم نصار حكم المباراه، حكم من الحكام الجيدين زي ما حضرتك قلت عن طاقم التحكيم. عندنا حاله مهمه جدا كابتن اسامه، وانا بسال عبد الكريم نصار لماذا لم تطرد اللاعب طلائع في هذه الحاله اللي هي في الدقيقه 5؟ نشوف كده من غير كوره هنا، نشوف هنا هنا نشوف كابتن هنا اللاعب للاهلي هنا وحصلت معاه المخالفه، تمام، وانت صفرت على المخالفه فاول، يعني هنا اللاعب وقف يا كابتن اسامه. هنا اللاعب وقف خلاص والصفاره طلعت. طيب نيجي نشوف بقى الحاله دي، تمام، هنا في لعب، هنا اولا اللعب وقف. طب ده لعب ولا سلوك؟ بنفرق ما بين الاثنين، ده سلوك، والسلوك هنا يستوجب بطاقه حمراء. فانا بقول له عبد الكريم، انت هل انت ما شفتهاش؟ ودي مشكله، يعني لما يكون في حاله زي ديت على الاقل، يعني شوف هنا ضرب غير كوره هنا على السمانه، وهنا بنقول السلوك، وهنا السلوك، هنا ما فيش لعب، وبالتالي هنا كان يجب الرؤيه كانت باينه يا كابتن طرد، وهو كان قريب من اللعب. الرؤيه كانت باينه يا كابتن ناصر. ما هي دي حاله ما تتسابش يا كابتن احمد. يعني دي حاله من الحالات اللي ما تتسابش، لان ده مش على اللعب بالظبط، ده سلوك، يعني اللعب توقف. بتكلم الحكم في الزاويه اللي قبل دي كان الرؤيه واضحه. انا سؤالي عبد الكريم نصار بقول له يعني انت حكم كويس عبد الكريم، هذه الحاله انا شايف الحاله بتطرد. بص هنا الرؤيه، هنا الرؤيه قدام، فتح نفسه زاويه الرؤيه على مسافه 3 متر او حاجه قدام الحكم. هنا هو ممكن يكون، انا مش هبرر له لان هي دي مشكلته هو، ولكن هو ممكن يكون يقول ان اللاعب لعب الكوره او كان بيلعب الكوره. لكن هل ممكن علشان في اول دقيقه في المباراه ممكن الحكم يغير قراره كابتن ناصر، ولا القانون ما فيش اول دقيقه واخر دقيقه؟ كابتن اسامه، هذه الحاله ما فيش فيها اول دقيقه، هذه الحاله فيها بطاقه حمراء لان ده سلوك وليس لعب. اللعب ايه؟ انت جاي تلعب الكره وبعدين حصل فيه انك انت ارتكبت مخالفه، ولكن هنا اللعب انتهى تماما والحكم اطلق صافرته، يعني اللعب واقف، ما كان في داعي للحكم للاعب ان هو يرتكب هذا السلوك، وبالتالي بقول هنا كان يستوجب بطاقه حمراء. بقول لك عبد الكريم دي حاله يمكن اهم حاله في المباراه، ويمكن دي الخطا الوحيد عند الحكم يا كابتن بشكل عام، هذه الحاله اللي هو لم يطرد فيها لاعب طلائع الجيش. تمام، هنروح للحاله بعد كده. شوف هنا حاله مهمه جدا تاني، هنا كابتن اللاعب هنا الاهلي هنا بيلعب، طبعا هو مش شايف اللي وراه، ولكن هذه الحاله في القانون كابتن احمد دكتور احمد، هذه الحاله لما يكون في هنا في لعبه خطره طول، انت بتلعب، كان يجب على الحكم اشهار بطاقه صفراء هنا للاعب نادي الاهلي. نشوف هنا الطلوع بالشكل دوت، لو تفتكر المباراه اللي فاتت يا احمد كان الستارز في الوجه، لما ديت الوش، وش الحذاء عشان مش شايف كمان، عشان مش شايف هو بيلعب الكوره، فاحنا بنقول هنا على الاقل كان يجب اشهار بطاقه صفراء. دي طبعا قرار فايت من عبد الكريم في اللعبه ديت، بنعول عليه بسرعه وبنروح للحاله اللي بعد كده عشان نجري شويه ونشوف الحاله دي. يعني انا لا اعتقد في هذه الحاله يعني لم تشهر البطاقه، يعني مش ممكن ابدا يا عبد الكريم وانت واقف تقريبا 4 متر عن الكوره، وهنا الدخول بهذا الشكل والتاكلينج بهذا الشكل، واللاعب هنا رايح، المفروض كان هنا في بطاقه صفراء للتهور لم تشهر، ودي من ضمن القرارات اللي هي بنقول عليها ايه، العقوبات الانضباطيه اللي يجب ان يكون فيها معايير واحده يا كابتن اسامه. تمام، هنا في بطاقه صفراء لم تشهر ويسال عنها الكابتن عبد الكريم نصار، رغم ان هو كان قريب في بعض في كل الحالات اللي هي فيها مشاكل تحكيميه. نروح للحاله اللي بعد كده، نشوف هنا شيء جميل جدا جدا، ودي حاله تعليميه كابتن اسامه. كويس، بقول عبد الكريم سؤال، نروح بقى نشوف تمركز عبد الكريم، وهات لي اللايف بس اقف كابتن. هنا بنقول الحكم دايما خلي بالك الحائط الدفاعي، نقطه مهمه جدا جدا، حائط الدفاع ده قريب من خط منطقه الجزاء. لو النهارده اللاعب طلع بايديه وعمل بلوك للكوره، هل انت في تمركزك اللي هناك ده هتقدر تشوف هل الايد كانت داخل منطقه الجزاء ولا خارج منطقه الجزاء؟ معايا؟ يعني هنا الحائط الدفاعي يا كابتن، لو اللاعب طلع بايديه وعمل بلوك للكوره، نط، عمل ارتقاء، جت ايده في الكوره، جت في ايديه،
حسب مخالفه لمس الكره بايد. هنا بنقول التمركز هنا لابد انك انت تبقى مراقب الحائط الدفاعي ده عشان تقدر تجيب التفاصيل لو جت في ايد اللاعب. لو جت في ايد اللاعب ان هو المدافع هنا كابتن ناصر ممكن يكون هو افتكر كحكم ممكن تتعمل بالعرض، فبرضه عايز يشوف لو في احتكاك داخل ال 18. ممتاز ممتاز ممتاز. انا ممكن برضك لو انا هقدر اتحرك اقول لك فين التمركز الصحيح، ولكن احنا بنقول هنا خلي بالك من الحائط الدفاعي خاصة لما يكون المدافعين يعني على انت بتقول له النهارده لازم تسمح بالوقفه بتاعتك تشوف الحائط وتشوف اللعيبه في ال 18. بالظبط كده. دي حاله تعليم الحكام. اللي بعد كده الحاله بعد كده شوف الحاله اللي جايه ديت ونشوف هنا جايب الهدف يا كابتن اللي النادي الاهلي جابه عشان نقول اللاعب اللي جري على الكره دوت بعد ما دخلت المرمى هل كان في موقف تسلل ولا كان في موقف سليم. لو تدخل النادي الاهلي اللي جري على اللعبه وشاف هنا طبعا هنا اللاعب هنا بيلف وبعدين عمل تصويب هنا عاوزين نشوف اللاعب اللي هناك ده لو انت شايف يوسف خلينا في اللايف كابتن الفيرنا خلينا في اللايف خلاص هنا مفيش مخالفه انا مش جايب الهدف الهدف سليم 100% لكن عاوز اقول بس اللاعب كان لاعب نادي الاهلي في هذه اللقطه هنمشي عادي خالص ونمشي ساعه ما اللاعب يلف ويسجل عاوزين نشوف لحظه التسجيل هذا اللاعب في موقف سليم ولا في موقف متغطي. يعني ليه؟ لان لو اتعملت اللاعب الاحمر هناك البعيد قوي هل كان في موقف تسلل ولا كان في موقف سليم؟ رقم 16 في موقف سليم. برافو عليك. يبقى هنا كان الحكم سعد كان متميز في ان هو امر باستمرار اللعب وهنا هدف صحيح. تمام. برضك دي حاله للمساعد بشيل بيه الحكم المساعد رقم 2 اللي هو كان في مسك اللعبه ديت. الحاله اللي جايه. الحاله دي مهمه جدا يا كابتن شكري يا كابتن دكتور ثابت يا كابتن اسامه. خلي بالك من حارس الاهلي. ودي تعليميه للاعبين كلهم ولحراس المرمى. وارد جدا هتلاقي المهاجم رايح يضايقك. صح. خاصه لما انت عاوز تعمل هجمه مرتده هتلاقي المهاجم يضايقك او بيعطلك. انا لابد ان انا النهارده كحارس نشوف هنا الحارس اللي حصل. خلاص هو خد الكوره تمام ومشي واللاعب هنا بيعطل حارس المرمى. ايده لو طلعت جامده في وش اللاعب نشوف بقى هنا بقى يا كابتن هنا انا وارد ان انا اعطلك هنا ياخد انذار لو الحكم هنا ياخد الانذار. الرساله بقى نقول رساله للحارس هنا بقى كابتن هنا رساله للحارس ورساله للحكم. طب رساله الحارس ايه؟ سيب اللاعب يعطلك. القرار هنا يرجع للحكم هنا الحكم يعاقبه باحتساب بمخالفه ويمكن يديله البطاقه بتاعت اللاعب. دي مهمه جدا. ولكن لو الحكم النهارده ما حسبش يا كابتن احمد دكتور يعني ايه القرار هيكون ايه؟ بالشكل ده في اللعبه ديت هيكون ايه يا كابتن اسامه؟ لو الحارس يمسك الكره ويلعبها بيخبط اللاعب في وشه عارف القرار ممكن يكون ايه؟ كارت احمر لحارس مرمى الاهلي وضرب الجزاء وركله جزاء. بالظبط. شفت قد ايه؟ فانا بقول الكلام للاثنين. طب نروح للحكم يا سيدي انت المفترض انت بتقرا ساعه ما المهاجم يروح اسمه التحكيم الوقائي ما تستناش بقى يحصل الاحتكاك وتروح لحتت من بدري وتصفر وتخلص من بدري. ما تخليش الحارس يروح يعمل مخالفه. دي رساله للحارس ورساله لعبد الكريم نصار لان كان ممكن تعمل له مشكله. كان ممكن تحسب ركله جزاء وطرد وممكن هنا كانت دخلت في مشكله بالنسبه للحكم. تمام. طيب نروح للحاله اللي بعد كده. احمد شكري قال لي الله هو بيدي انذار هنا ازاي؟ مع احمد صح. هنا بنقول تسديده على المرمى. هذه التسديده منعت عن طريق لمس الكره بالايد يا كابتن شكري. تمام. دي ممكن تتصاب على المرمى لو عدت ممكن تبقى في عندها فرصه تيجي هدف ولا مش فرصه؟ ممكن في فرصه. بالظبط. هنا التعديل بيقول ايه؟ منع تسديده بمخالفه لمس الكره بالايد تستوجب البطاقه الصفراء. كان قرار الحكم هنا كان قرار صحيح بيه. بس الراجل كان بظهره يا كابتن. البطاقة ايه؟ الراجل كان يعني بظهره والراجل مش ما كانش مباشر. ممتاز ممتاز. ما هو انا النهارده انت في بلوك اتعمل للكره ولا مفيش؟ في 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 كبرت الحجم الجسم؟ في. هنا هو ده انذار وانذار مستحق. ليه؟ دي تسديده على المرمى. عارف يا كابتن ديت لو اوفر معمول كان هيحسب المخالفه بدون. ضحكت عليا يعني انت؟ اشهر بقى. نعم ضحكت عليا. ماشي. الحاله اللي جايه تقريبا هنشوف كده معاكم حاله كابتن اسامه وانا عاوزك تجاوب عليها لان دي حاله مهمه. الحاله التعليميه في كل مباراه لكل حكام مصر. اخر حاله معانا يا كابتن. اخر حاله معانا. ركز انت اللي هتجاوب. اخر حاله. ماشي. اخر حاله. هو هنا في تسلل على لاعب طلائع الجيش اللي كان في موقف تسلل. نرجع كده بقى يعني سامحني لان دي لعبه حاله تعليميه. شوف هنا الكره دي هتتلعب من طلائع الجيش اوفر في نص ملعب النادي الاهلي. يلا خلينا نمشي ونشوف اللاعب اللي جاي من ورا خالص. طبعا هي يمكن زاويه مش مفتوحه قوي ولكن هنا هنشوف هنا اللاعب جاي من هناك من ملعب النادي الاهلي. حسنا. دخل استلم فين؟ في نص ملعبه. في نص ملعبه. هنا هات لي بقى استئناف اللعب. لعبه الكره منين يا كابتن اسامه؟ المفروض تتلعب منين؟
الكره اتلعبت من ال 18 ما... لا يعني الكره تتلعب التسلل من مكان التسلل الاستئناف هيبقى من مكان اللاعب اللي هو طلائع اللي هو كان في ملعب الاهلي ولا من لحظه استلام الكره في ملعبه هو ها من لحظه استلام لحظه الاستلام من مكان التسلل من مكان التسلل هو ده كان في القديم ده النهارده في القديم التعديل القانون الجديد التعديل من مكان ما استلم الكوره الله عليك يعني ايه يعني يا كابتن انا هذا اللاعب طلعت الجيش استلم في نص ملعب الاهلي يبقى من مكانه في نص ملعب الاهلي طب خط خطوتين خمس خطوات راح استلم من ملعبه هو يبقى الاستئناف من ملعبه الناس هتقول لك ازاي ده التسلل بيتلعب من ملعب الطلائع بيتلعب من ملعب الطلائع دي فيها فرصه للمنافس دي حاله تعليميه البعض يمكن شكري مهم قوي ده قال لي دي كارثه شكري قال لي دي كارثه ازاي يا كابتن ناصر قلت له هنتكلم فيها فعلا الحكم المساعد كان قراره صحيح بنحاسب اللاعب كابتن اسامه لو راجع من تسلل على لحظه استلامه من الكوره استلم في ملعب فملعبه يتم اتخاذ القرار من ملعبه استلم في ملعب الاهلي يتم اتخاذ القرار في الاستئناف من ملعبه دي الحاله الاخيره طبعا بشكرك طبعا ونتمنى طبعا بشكرك على الدرس